وحول استدعاء الكويت سفيرها من لبنان ينضم معنا من الكويت مراسل الإخبارية مشاري الشمري. أهلا بك مشاري، مساء الخير. إذن أبرز ما ورد في بيان الكويت تجاه سحب السفير الكويتي من لبنان وأيضا مغادرة القائم بالأعمال أعمال السفارة اللبنانية في الكويت. مساء الخير أحمد لك ولجميع مشاهدي قناة الإخبارية الكرام. طبعا وزارة الخارجية أعلنت في بيان رسمي بطلبها الرسمي للسفارة اللبنانية هنا بمغادرة القائم بالأعمال للجمهورية اللبنانية هنا في الكويت، وخلال 48 ساعة كما قررت باستدعاء السفير دولة الكويت في بيروت، وذلك للتشاور. طبعا أحمد يعني جاء هذا القرار يعني على عدة مواضيع، يعني أهمها هي التصريحات الأخيرة التي أدى بها يعني وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عندما تجاهل يعني قرارات دولية وتجاهل يعني إدانات دولية تدين الحوثي وتدين أعماله الإرهابية في اليمن وغيرها، يعني وبدأ يسوق لهذه الأعمال وينتقد يعني أعمال التحالف وينتقد قوات التحالف والتي تدافع عن الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية. ناهيك عن ذلك يخرج في مؤتمر آخر صحفي وكأنما يعزز هذه الألفاظ، ولم يعتذر بشكل واضح ولم يعتذر لما بدأ منه من ألفاظ يدين قوات التحالف التي تدافع عن الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية وعن أمن الخليج جميعا. أحمد طبعا هنا أتحدث عن عدة مواضيع لم باتخاذ هذا القرار، ناهيك عن عدم اتخاذ الحكومة اللبنانية أي عقوبات أو أي إجراءات رادعة لتجار السموم الذين هم يعني أرسلوا السموم إلى الكويت وإلى الخليج عموما من المؤثرات العقلية والحبوب والمخدرات التي ملأت الخليج عموما. أحمد هذه المواضيع يعني اجتمعت على بعض وأدت إلى هذا القرار من قبل وزارة الخارجية الكويتية وتضامنا مع المملكة العربية السعودية تضامنا مع قوات التحالف التي هي كما ذكرت تدافع حاليا عن الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية وعن أمن الخليج جميعا. أحمد جاء ذلك القرار بهذا التصعيد. نعم، ردود الفعل أيضا في الكويت تجاه هذا يعني هذا الفعل الذي قامت به الحكومة التركية من سحب السفير الكويتي وأيضا طلب القائم بالأعمال بالسفارة اللبنانية إلى مغادرة الكويت. يعني أحمد صراحة ردود الأفعال خصوصا الشعبية أتت قبل القرار الرسمي للدولة، الكل ينتقد يعني موقف الحكومة اللبنانية وموقف يعني وزير الإعلام الحالي جورج قرداحي، الكل ينتقد هذا القرار وينتقد يعني الألفاظ الذي بدأت بها، والنقد الأكبر كما ذكرت على المؤتمر الصحفي الذي ظهر به يبرر أن ذلك المقابلة كانت قبل أن يتولى حقيبة وزارة الإعلام ولم يبدي أي اعتذار واضح للخليج وللشعب الخليجي بشكل عام. يعني الكثير يعلق على هذا الموضوع، والكثير يقول ان يعني جورج قرداحي هو يعني جديد في السياسه وكانما هو يعني جديد على السياسه، وهي الامور لا يعني السياسه لن تكون يعني برامج مسامح كريم او برامج اخرى شعبيه هو يعني ممكن يكون قد يعني يفقه بها ويديرها بي 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 يعني بكل احترافيه. السياسه لها رجالها ولها تصريحاتها ولها يعني من يفقهون بها، هذا ردود الشارع وما يعني حصدناه من التواصل الاجتماعي ردود الشارع الكويتي. أحمد أشكرك إذن من الكويت مراسل الإخبارية مشاري الشمري، شكرا لك.